السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم. هذا الخبر العاجل، أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهودة اليوم الجمعة أن جلسة يوم غد السبت المخصصة للتصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مهددة بالطعن أمام المحكمة الاتحادية. وقال الصيهود أن جلسة التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية يجب أن تكون بثلث أعضاء مجلس النواب، كون هذا الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. بين أن أقدام قوى سياسية محدودة بفرض إرادتها وعقد الجلسة دون الاتفاق والتوافق مع باقي الأطراف السياسية سوف يعرض الجلسة للطعن أمام المحكمة الاتحادية، ولهذا يجب حصول توافق على هذا الأمر قبل عقد الجلسة والتصويت.